هاي. تاريخ الإسعاف بدأ بالعصور القديمة مع استخدام عربية الخيل لنقل المرضى، وكان أول استخدام لسيارات الإسعاف لنقل حالات الطوارئ سنة 1487 من قبل الإسبان. من وقتها طورت سيارة الإسعاف لتكون حاجة ضرورية لنقل المصابين بجميع أنحاء العالم، وتتزود بأحدث التكنولوجيا مع كل مرحلة من التطورات البشرية. كلمة أمبولانس مشتقة من اللاتينية أمبولاري يلي بتعني مشي أو زيح من الطريق. بالإضافة لاحتوائها على معدات طبية بتضم سيارات الإسعاف جهاز راديو باتجاهين، كاميرات فيديو، إضاءة، أجهزة تسجيل وإنترنت. سيارة الإسعاف عندها الأولوية بالسير على الطرقات وعدم الوقوف على إشارات المرور بحالات الإسعاف، وتشغيل التحذير الصوتي عبر صفارات الإنذار لتسهيل حركتها على الطرقات. مين قال؟ افسحوا المجال لسيارات الإسعاف للعبور وما تستغلوا الفرصة وتمشوا وراهن للتخلص من عجقة السير؟ أنا قال. بشوفكم بكره.